الحياة مبنية على المشاق وركوب الأخطار، وطريق الابتلاء معبر شاق تعب فيه آدم، ورمي في النار الخليل، وأفجع للذبح إسماعيل، وألقي في بطن الحوت يونس، وقاس الضر أيوب، وبيع بثمن بخس يوسف، وألقي في الجب إفكا وفي السجن ظلما، وعالج أنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تأسى على ما فاتك من الدنيا، فنوازلها أحداث وأحاديثها غموم وطوارقها هموم، ولا بد من البلاء فاصبر فقد صبر الأنبياء، إن دواء الدهر الصبر عليه، والصبر مفتاح الفرج. اصبر فبعد الصبر تيسير، وكل أمر له وقت وتدبير. مهما اشتدت من الآلام، ومهما تغيرت الظروف، ومهما كانت النتائج سيئة، فلا يوجد شيء يساعدنا على الاستمرار سوى الصبر. خلاك يبكبك.